بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا النهاردة أنا رحنا الحواجز، والله العظيم ما عرفت أقف، يعني صعب إن أنت تقف أصلا في الحواجز. فبنصح الشباب اللي هو ما يروحش يعني في الجو ده، استنى كده لغاية لما الجو ده بقى يظبط كده وإن شاء الله ربنا يفرجها. أنا بقى خدت بعضه وقمت رايح الكوبري التاني من ناحية البحيرة، قعدت شوية فالحمد لله يعني خدت سمنتين بس ان شاء الله، واتفرجوا على الفيديو ان شاء الله هيعجبك. يلا السلام عليكم. عروس التنين، عروس التنين.